مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. شاركت أسو مجموعة من الاستوريهات على انستغرام وهي كتير زعلانة بسبب تبنيد حساب قطها ناروتو الجديد من طرف ناس مجهولة. هسا من الساونة دا أفوت لحساب ناروتو، حسابه ماكو. شلون فهموني شلون الحساب طار؟ بحسابه أو طيارة أو سوالي رب حسبي الله ونعم الوكيل. وهي مو سافة متابعة ولا سافة فولوورز، بس صدق عيب، صدق عيب اللي سويته، اللي سواه يعني. تمكن باريتيوب من تخطي حاجز 6 مليون مشترك على يوتيوب رغم أنه غير متفاعل بشكل كتير كبير على المنصة ومن دون ما يطلع شكله نهائيا، فتمكن من امتلاك محبة عدد كبير من الجمهور. فألف مبروك لباريتيوب على كل النجاحات اللي حققها خلال مسيرته على يوتيوب. من بعد غيابها ومن بعد المشكلة الأخيرة اللي كانت بالفريق، شاهدنا اليوم فيديو يجمع نور مار وقمر مار بتحدي على القناة. فهل ممكن نقول من اليوم أن قمر رجعت للفريق؟ ورح نشوفها بفيديوهات ثانية، شاركونا رأيكم بخانة التعليقات. أما نور فطلب من المتابعين بالفيديو تحت بالكومنتات التعليق على الفيديو لا غير. أما سيدرا بيوتي فشاركت ستوري عودتها للسويد من تركيا، فعم بتحضر لمفاجآت عديدة جديدة، من بينها أول مفاجأة اللي رح نكتشفها قريبا بقناة جلال. أما نارين بيوتي فرح تنتقل للسويد من دبي في الأيام المقبلة. فهل أنتم مستعدين لكل مفاجآت عائلة عمارة على يوتيوب؟ شاركوني بخانة التعليقات. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.